اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي قلبي مغشوم ونفسي معيوب وعقلي مخلوب وهوائي غليم وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مكر بذنوبي فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا كالم الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي كرت بها كل شيء وغدا لك كل شيء وذلل لك كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أخذت بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تأتي كل صوام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغبص الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة اغتفرتها
اللهم إني أتقرب إليك بذكري وأستشفع بك إلى نفسي وأسألك بجودك أن تدنيني من كربك وأن توسعني شكرا وأن تلهمني ذكرا اللهم إني أسألك سؤال خاضئ متذلل خاشعين أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجتها وأضم فيما عندك رغبته اللهم أضم سلطانه ولا مكانه وخفي مكره وظهر أمره وغلب قهره وجرى قدرته ولا يمكن الفرار من حكومته اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكبائخ ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا أن غيرا لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من إثاري وكيت وكم من مكروت دفعت وكم من ثناء جميل لست أغلى له نشرت اللهم عظم بلائي وأفرط بسنخالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وخبسني عن نفعي بعد أمالي وغدتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي السيدي فأسألك بعزتك أن لا يغضب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما طلعت علي
من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريتي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأقوال روفا وعلي في جميع الأمور أدوفا إلهي وربي ما لي غيرك إلهي وربي ما لي غيرك إلهي وربي ما لي غيرك أسأله كشف ضري والنذر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أغترس فيه من دسين عدوي وغرني بما أهوى وساعده على ذلك القضاء وتجاوزت بما جرى علي من ضالي بعد خدودي وخالفت بعد أوامري فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستكينا مستغفرا منيبا مبكرا مدعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إلي في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتي اللهم فاقبل عذري اللهم فاقبل عذري اللهم فاقبل عذري وارحم شدة دري وفكني من شدي وتاكي يا رب ارحم ضعف بدني ورنكة جلدي ودنكة عظمي يا من بدا عن خلقي وذكري تربيتي وبري وتغذيتي أبني لبتداء كرمي وسالف برك به يا إلهي وسيدي وربي أتركك معذبي بنارك بعد توحيدي
وبعد ما انتوى علي قلبي من معرفتك وليجا به لساني من ذكرك وتقدى ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجود خرج لعظمتك ساجدا وعلى سنين تقد بتوحيدك صادقا وبشكرك مالقا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائرها خوت من العلم بك حتى صارت خاشئة وعلى جوارحها سعت إلى أوطان تعبدك الطائعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما أكدت ذنوبي ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكر قليل مكث يصير بقاء قصير مدة فكيف اهتمالي لبلاء الآخرة وجليل الوقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدة ويدوم مقام ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أدج وأبكي لأليم العذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدتي ولئن سيرتني للعقوبات مع دائي وجمعت بيني وبين أهلي بلائي وفرقت بيني
وبين أحبائك وأوليائك وبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك وكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على خر نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناتك لأدجن إليك بين أهلها تجيد العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أمل العارفين يا غاية يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وضاقت أعماقها بمعصيته وهبس بين أتباعها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تعلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه ظفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتغلغل بين أتباعها وأنت تعلم صدغه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في يتغي منها فتدركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك
ولا مشبه لما آمرت بالموحدی لمن برک و احسانک فباليقين اغتال اولى ما حكمت به من تعظيم جاهديك وغديت به من اخلاص معانديك فجعلت النار كلا بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك سد أسماءك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد في المعاندين وأن تجل ثناك قلت مبتدعا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالغدية التي حتمتها وهكمتها وغلبت من علي أجريتها أنت أبني في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جبارك وكنت أنت الرقيب علي من وراهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخويتك وبفضلك سترت وأن تغفر أذني من كل خير أنذرت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسدت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب 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 يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيدك ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب
يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من علي مؤولي يا من علي شكفت احمالي وضع على خدمتك جباره واشتد على العظيمة جبانه وهب لي الجد في خشيتك والدمام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في الباردين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك الدنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارد ومن كادني فكر واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأغرب منزلة منك وأخسم ظلفة لدك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجود لي بجودك واعتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجاب وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن اجابتك واغلني عثرتي واغفر ذلتي فانك قضيت على عبادك من بعدتك وامرتهم بدعائك وضمنت لهم الاجابه فاليك يا رب نسبت وجهي فاليك يا رب نسبت وجهي فإليك يا رب نسبت وإليك يا رب مددت يدي
و به عزت کستجب لی دعایی و بلغنی منای ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا 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 اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دوات وذكره شفاء وساعته غناء ارحم من رأس مال الرجاء وسلاح البكاء يا سابق النعم يا دافع النغم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالم لا يعلم صلى على محمد وعلى محمد وافعل بما أنت أهلك وصلى الله على رسوله والعمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صلوات على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد. Respected brothers and sisters, سلام علیکم ورحمة الله وبركاته. As you know brothers, that these days are very sensitive days and critical challenges and situations around us, around the world.
Alhamdulillah Rabbil Alameen, we witnessed over weekend the great courageous and the brave stand taken by Islamic Republic of Iran against the aggressors, and how they have fearlessly and bravely showed the world that don't try to test their sabr. They have proven their capacity to reply, to respond, to retaliate. Inshallah, regarding this issue, there are different angles, different aspects, which we need to talk and we need to speak. Inshallah, I thought it will be appropriate to speak and discuss it in inshallah Jum'ah tomorrow, where more brothers and sisters will be around and we can look at these issues and the questions around. That is really very sad. In that point, I would like quickly to just highlight, and tomorrow maybe we'll discuss it more detail, that anything which happens in Middle East and Islamic Republic of Iran takes a lead, immediately people look at it from the spectacles of Shia and Sunni. We look from the angle, oh, so Shia, and Shia did that, and what, things like that. That is something I really need to talk, really need to speak. And this is really very sad that this ummah cannot see things beyond sectarianism, beyond in the circle of their sectarian, narrow-minded thinking. An enemy takes benefit of this. Inshallah, tomorrow I will speak about it, if time allows also. That in United Nations Security Council meeting, when a representative of this satanic criminal regime spoke, he repeatedly used word Shia, Shia, Shia. Because he wanted to corner Iran on the name of Shia.
He wanted to bring Iran as a Shia and a Shia initiative. And as a result, Sunnis want, for example. And a lot of our Sunni brothers unfortunately fell for his trap. They are so blind in their sectarian approach. You know, I don't know how long we're going to live like that and think like that. Some of these head of the states issue a statement, one statement against Israel, and that becomes topic of every Jummah and every khutbah and every speech and every Facebook post and I don't know, Instagram, everywhere. They become heroes. The great warriors. Manifestation of Khilafat. And everything. And there, Islamic Republic of Iran comes and fires 300 missiles and drones in one night over the sky of Zionist regime. And they are either looking for excuses to diffuse it, or at the greatest of extent, they are dumb, silent. But brothers and sisters, one thing is clear, that the people on the ground, the people in the streets of Gaza, the Palestinians in West Bank, the Palestinians in even Baitul Maqdas, Jerusalem, when they saw those drones and missiles passing, they were celebrating. They were raising takbir. They were saying that there is somebody who is ready to stand for us. Successful or not successful is another story, inshallah, tomorrow. In fact, very successful also. But those who follow Israeli propaganda and they are very influenced by, for them, let's say, not successful. But even somebody just standing for us, taking this courageous stand, this is the great, great encouragement. This is the great, great support. That the first night they say in Gaza, they could manage to sleep. There was no bombs and rockets coming that night on Gaza. Inshallah, tomorrow, in khutbah of Jummah, we will speak a bit more in detail, as much as, of course, time allowed. Our dua in this night of Jummah, is that may Almighty Allah subhanahu wa ta'ala protect Islamic Republic, its leadership, its brave people, its fearless nation. May Allah subhanahu wa ta'ala grant them victory over
the worst enemies of humanity. May Almighty Allah destroy these murderers, children killers, occupiers, people who are committing genocide. May Allah subhanahu wa ta'ala let us see that day when we will see the world clean from the very dirty existence of this most horrible state on the face of the earth, inshallah. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. I just want to share something with you tonight. I might not get this opportunity. Today, we were attending IEC, Independent Electoral Commission of South Africa, ceremony of signing the pledge by political parties to the code of conduct. Now, without going in those details, every party is supposed to sign that during the elections they will follow code of conduct. Okay, that's because we are the observers, commissioners there. In our presence, they came, all the political parties, and signed. Anyway, that's a different thing. In this function of today, very, very interesting. There was a very dignified guest present. Judge Sachs, Alibi Sachs. A very well-known activist. A very well-known fighter against apartheid. Somebody who went to prison, somebody who fought against apartheid. And they attacked him with the bomb, and they believe he is right hand, and therefore he does not have hand, doesn't have a right hand. He's got amputated. Anyway, Judge Sachs spoke about his experiences in apartheid time and wanted to draw the attention about the value of democracy, how hard it was to earn this democracy. He was saying, for a person as a citizen of South Africa, to be able to cast vote is a dignity, is his identity. By casting the vote, he's saying that he and anybody else in this country are equal. Now, he was saying how difficult was the struggle, how many sacrifices were made to achieve this goal. Now, in between he narrated that he was in this cell in Maitland where there were, in this cell, nobody else other than him, a very small window, and there was a gate. Before a few days, some of the prisoners escaped, ran away. So they introduced double lock system in the prison to put two locks on the gate of every cell with two keys, with two different policemen. So if you want to bring the prisoner out, one man open, another person come, then you can only come out. Now he says, this captain came to me that morning
and said to me, Advocate Sachs, I am sorry, my apologies. How come he is apologizing to me? He said, yes. He said, you know, we are South Africa, and South Africa is a democratic country. And today is our elections. And you have right to vote, my God. But I got only one key. I don't have a second key. So I can't let you come out to vote, to cast your vote. So from this hole, I'm throwing this ballot paper in your cell so you can vote. Are you with me or not? That's what democracy, Israel talks about it. That we are the only democracy in Middle East. The democracy which apartheid spoke, that you kill people, you treat them with the worst of the treatment, you throw them in the confinement cells for speaking for their rights, you bomb them, you kill them, you assassinate them, and then all of a sudden you come and you become so nice. That we are democratic in today's election and you have a right to vote. This joke is the joke which is happening every day. Respected brothers and sisters, may Almighty Allah subhanahu wa ta'ala grant Palestinians victory. May Allah subhanahu wa ta'ala give them victory over their oppressors. May Almighty bring freedom and liberation to the land of Palestine, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.